السلام عليكم هي الاولى. سلام الشعب المغربي من خارج المغرب ومن داخل المغرب. بجيش باغي نقول لكم واحد الفوضى اللي نايضه في مدينه الجديده وفي المغرب كامل. مثلا المشهد ديالي هو ان واحد المراه اللي درت معها نيتي وتزوجت بها وهي كانت مزوجة ومطلقة وبغيت نسترها عادي بغيت نسترها ولكن لعبش بيا نصبش عليا نصب عليا بوها نصبش عليا امها حتى انا اول تزويجة. هذا هو المشكل. والمشكل فاش جينا نلقاو شي مشاكل لقيت خشا واحد النهار انا في لاجونس ديال انوي كنسول على الويفي ديال دارنا في المطار بقيت كتصور فيا من الاول وما عندهاش الحق تصورني. انا متابعة قانونيا وما عندهاش الحق كاع تصورني نهائيا حيت هي غير خشها تكون مرتي مرحبا ما عنديش مشكل. واصلا عندي اول جلسة انا وياها اثبت ما فهمتش هي من بوناني وهي في دارها وانا في دارنا وهي بغات تخلص المشعة ديالها. تزوجت بها خويا قبل من بوناني بشي سيمانة ونص مثلا ونهار بوناني تخاصمت معاها عاد نسيبها اللي نسيبه هو راجل سكينة اللي صوراتني خشة صغيرة ما علينا. انا بغيت نوصل ميساج للمغاربة كاملين باش يفهموا شنو المشكل اللي عندك معاه. المشكل اللي عندي معاه اخوي ما تفهمتش انا وياه عادي كل واش الطريقه. قلت لها شحال هادي قلت لها طلاق لا انا خوت نتفارقوا خوت نمشيو نديروا طلاق حبيا انت دايره طلاق شقاق ما عرفتش شنو بغات ديري علاش حيت عرفتي الوالدة راه شاده واحد قدر عطا لها صدر بير باغا تنصبوا نصبشوا عليه وباغا تزيدوا تنصبوا عليا. انا ما نسمحش لكم امام عبد الله الله ما نسمح لكم. كيفاش نصبات عليك؟ نصبات عليا كتصيفط لي با قالت لي غيدير محامي غيدير لك محامي. انا ما عارفش حيت اول تزوج اخويا واش فهمتي انا ما عارف صافي ما علينا. وهي اصلا زوجة مطلقه كانت مزوجه بولد كحله كتكون في حي الصناعي انا ما كنعرفوش. نهار جبت توليها قلت لي ولد كحله رويجل عليك قلت لها ملي رويجل عليا علاش ما بقيتيش معاه واش فهمتيني اخويا. المشكل دابا اللي بغيت نوضح كاع المغاربه ديال هاد القانون اللي خرج دابا ديال المدونه وكذا سير طلع على اخويا سير طلع على المحكمه طلع على المحكمه شوف شحال من واحد بغى يطلق. راه هاد القانون اللي كتخرجوا فيه راه ماشي قانون الحكومه ومشي راه عاش الملك عاش محمد السادس وعاش تمو وعاش بو وعاش خوشي وعاش الشعب المغربي. انا كنناضل من هاد المنبر ان هاد البنات ديال هاد الوقت دايرين زواج تفليه ودايرين زواج خدمه كتزوج بهذا كتطلق بهذا دايرينو مشروع دايرينو بحال شي شركه كدبروا على راسهم كتطلق كدبر على راسها كتطلق. اللي كتمشي لتركيا اللي كتمشي للسعوديه الامارات انا شوف انا ما كنجمعش كاع البنات كاينين بنات الناس كاينين اللي كيمشيو في طريق مستقيمه ربي راه كاين وربي شاهد على هاد الهضره اللي كنقول فيها. من هاد الهضره راه صحيحه وكنطلب من سيدي ربي باش خلص لي من هذوك الناس حيت هذوك الناس منافقين. ونهار الاول نهار دخلت عندهم الدار داروا القنار بالصاله وحشومه ديروا القنار بالصاله حشومه عبد الله تصليو قدامي انكم راه كتصليو زعما ومن بعد ما بقيتوش كتصليو بزاف اصاحبي. شريت لها خاتم ديال الذهب رشام شابي ياك وزيد على 40000 اللي ناصبه ليا على فيها وزيد على شحال درت تسوي؟ تدارش ايفون على داري يا صاحبي راه مشيت انا باش ايفون 11 برو ماكس ياك باش ناخذ لها خاتم. تخيل انت في الاخر هي مخاطه يما واش فهمتي مخاطه يما هاد البلانات هادو بزاف تحويج يا صاحبي ما كنتش عارفهم. واحد النهار كنت جالس مع ليما بيا جالس عارض عليا نسيب خشه جالس بحال هكا شفت شنو داروا واحد البلان. انا ولد عائله كبيره انا سميتي امين ولد مدينه الجديده انا كنت كنسكن في سيد داوي ودابا حال المطار واللي بغى الطرا مرحبا بيا انا مع القانون
القانون لا يحمل المغفلون. انا عندي شهاده في مسرح الثقافه والعمل الاجتماعي وفاعل جمعه وفاعل خير يا خويا وشحيه جمعويه والله وكنت منا الدعاء يوصل لأمة محمد ان فلسطين تحرر ان شاء الله وغتحرر ان شاء الله الى بقى هذا الفيديو حاج غتحرر ان شاء الله فلسطين الى بغى الله فهمشي حاج هادشي مذكور في القران. المهم ما علينا نخليو هذا الموضوع ندوف في الموضوع ديالي حاج هذا الموضوع مدمرني بزاف وخارج عليا والله العظيم شنو دايره ليا. انا ما نسمحش لك اخشي ما نسمحش لك نهائيا حاج انت مشيتي معايا بواحد النيه وقلب شي ديك النيه قلت لي انا غندير الخمار ونبغي نسترك ونمشي مزوجه ومطلقه لا ما كانتش في خباري كاع نهائيا تا قالت لي يما قلت لي راه كانت مزوجه ومطلقه انا عاد العدول بداو كيزربوا عليا فهمتي انا ما عارفش اول مره واش فهمتي وكان عندي شي مشكل الدار ما بغيتش نقولها لهم واش فهمتي الدار ملي عرفوهم مشاو شافوهم ملي شافتو بالمواليد شافتو ماشي شالين واش فهمتي راك تعرف الوالدين راه انت مع انت يعني راه غتعرف شنو كاين واش فهمتي. المهم علينا من هذا المنبر بغيت نوصل ميساج هاد المدونه اللي كتخرج دابا حاليا راك تضيع اولاد الناس راه ما غيبقاوش شوف راه كلشي غيغرب كلشي غيمشي لوروب الاخيره ديالي الله يهدي بنات الناس والله يهدي امه محمد هادشي اللي كيديروا فيه راه عيب وعيب بزاف هادشي اللي كيديروا فيه راه عيب وعيب من جهه الله وهاد البنات ديال هاد الوقت هذا راه ماشي هما البنات اللي في الجيل ديال والدينا هاد البنات ديال دابا باغينا حاشهم باش فهمتي تخرج معاك باغا تغدى على دارك تعشى على دارك تنعس على دارك واش فهمتي اللي فندويت لك اخويا انا كنجي بلوجيك كنجي بلوجيك خويا عزيز واحد دقيقه عافاك ومن هاد المنبر كنهدي التحيه للوالده عندي الله يخليها ليا هي اللي واقفه معايا الله يسمح ليا منا هي والوالد وما غنسمحش ليكم ما غنسمحش ليكم نهائيا امام الله. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.